السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى أخبار الثقافة، والبداية مع أبرز العناوين. الإعلان عن المشاريع الفائزة في مسابقة أفضل مشروع إنمائي بين المحافظات في سلطنة عمان. سلطنة عمان تحقق ميدالية ذهبية في بينال الشباب الدولي للتصوير الضوئي في النرويج. ضمن مشاركتها في المعرض الدولي للنشر والكتاب في العاصمة المغربية الرباط، جناح سلطنة عمان يشهد إقبالا كبيرا.